مرحبا، اليوم حنعمل مع بعض أكلة شعيرية مقلية. حنبدأ أول شي نقطع البصل شرايح رفيعة وصغيرة، حنحطهم على النار مع شوية زيت ونضل نقلب فيهم ليدبلوا. بهالأثناء نقطع الدجاج لشرايح رفيعة وصغيرة. بس دبل البصل بنحط الدجاج فوقه على مهلنا، منقلبهم شوي. هلا بنبرش فوقهم جوزة الطيب ونرش عليهم فلفل أسود. بنحط عيار معلقة أكل صويا صوص، كمان عيار معلقة أكل صلصة النحال. حنقلبهم مع بعض ونغطيهم ونوطي عليهم لحتى يستووا. بهالأثناء رح نحط شعيرية مع زيت بالطنجرة ونقلبهم، ونحضر الصوص تبعها. 4 مكعبات ماجي مع نص كوب صويا صوص، وربع كوب صلصة المحار. بدنا نحط كمان فوقهم، حنحط كمان فوقهم 4 كاسات مي، وبنخلطهم مع بعض وبنتركهم على جنب حيلزمونا وقت اللي تحمر الشعيرية. بنشوف الدجاجات بلشوا ان شاء الله يستووا، حنوطي عليهم كمان نتركهم. بهالأثناء كمان هحضر الخضرة. انا هون استعملت ذرة وبزلة مثلجة، بحب حط فوقهم مي سخنة فور عليهم مرة على النار وبعدين بطفي تحته. هلأ هون شعيرية بلشت تحمر، شايفين؟ ننتبه نضل نقلبها مشان ما تنحرق. بس بلشت صار لونها كله على بني، رح نحط شوي شوي من الصوص اللي عملناه ونضل نقلبها. هلأ هيك استوت، حنحط الدجاج فوقها تمام، وكمان حناخد من الخضرة اللي سلقناها وبنحط فوق الشعيرية والدجاج. هلأ بنحركهم منيح ونقلبهم مع بعض. بهالأثناء عادي تطفي النار لأنه كل المكونات عنا استوت. منباشر بتقديمه، بنحضر جنبه سلطة ملفوف. نقطع الملفوفة لشرايح ونحط فوقها زيت زيتون، معلقة خل تفاح، رشة ملح، ونسيت كمان لكم عصير ليمونة. وهيك الأكلة جاهزة. صحة وعافية.